اهلا مشاهدينا وين ما كنتوا، كل الناس اللي بتتابعنا عبر قناه البلد، حبابكم مع عشره من الشارع العام. عايزين نعرف اسعار العربات، ويمكن في ناس بتعاني من الاسعار الزايده، الاسعار الجمركيه. حنشوف راي الشارع. اهلا وسهلا بك. مرحبا بك، كيف اخبارك؟ ان شاء الله طيبه الحمد لله بخير والله. تعرف عليك من معانا فهد دينار. اهلا بك يا فهد. فهد، كم اسعار العربات حاليا؟ والله اذا العربات دي بتتراوح من عربيه لعربيه لحسب الفئات، يعني العربات ذاتها بتتقسم لفئات محدوده. في فئات الاقتصاديه اللي هي العربات الصغيره، مورنينج، اكسنا، كوريلا، عربات صغيره يعني مكاناتها صغيره من اقل من 2000 سي سي وبتصرف وقود. عشان كده هي اليومين دي هي الموجوده في السوق، يعني عليها طلب. وفي فئات عربات الوسط اللي هي من التوسان، البرادو، البوكس. وفي الفئه الثالثه هي العربات الكبيره، اللانكروزرات وما شابه ذلك. في انخفاض في البنزين، هل الانخفاض ده بياثر على انه اسعار العربات تقل شويه؟ والله هو الانخفاض في البنزين ده ما اثر في سعر العربات. اول حاجه سعر العربات متاثره بالحركه بتاعت الطلب والشراء، ففي ركود عام كده في سوق العربات. يعني هسه لو جينا للعربات استيراده من برا دي ما زعر الحقيقيه. العربات الكبيره هسه لو حاولت تستورد لك عربيه من برا بتخسر بامتى، لانه الاسعار ما حقيقيه. على الحاجه دي بتتوقف على الطلب، على العرض وعلى الطلب وعلى قوه الشراء برضه يعني. فالناس بقت تحس هي كلها بتفتش للعربات الصغيره اللي ما بتصرف وقود، يعني هي دي حاليا الماشيه في السوق يعني، والمرغوبه والعليها طلب يعني. فبعدين ما في عربات جديدة خاشة البلد، العربات اللي فيها دي كلها عربات قديمة ومتداولة، يعني متداولة بين الناس. فالركود عاما كده يعني انا بعز انه حاجة لحاجة دي، على انه في ركود في سوق العربات كويس. سوق العربات ما مأمن من كل الاسواق الباقية، متأثر بالقرارات الاقتصادية، متأثر بالازمة الاقتصادية، متأثر بالحاجات الحاصلة يعني بالوضع الاقتصادي في الولد. فكل مربوطة ما بعد. انا افتكر انه يعني الاستقرار السياسي هو اللي بينعكس على الحياة دي، يعني لما يكون في استقرار سياسي في الدولة بينعكس على الاقتصاد الاقتصادي، على حركة السلع، على حياة المواطنين وعلى شبه ما ذلك يعني. يعني نقول ما في استيراد بكمية كبيرة حاليا؟ لا ما في، شبه معدوم ومعدوم الاستيراد حاليا. السيارات جديدة وما عليها طلب يعني، إلا الجهات الرسمية الشركات الكبيرة هي اللي بتستورد السيارات، هي اللي عليها طلب لمشاريعهم. لكن كمواطنين ما في زول بيستورد، حتى هنا كتجار ما في زول. لنا سنة توقفنا تماما يعني عن استيراد السيارات، فهمت؟ فالحاجة الحاسة حاليا دي ماشية دي، الناس بس هي السيارات الداخلة البلد هي اللي بتقلب فيها يعني. فدي دي دي, دي الحاجة الحاصلة حاليا في السوق بتاع السيارات. فأنا بعز إنه في شلل تام في سوق سيارات، الوضع اختلف تماما، فهمت؟ ركود اقتصادي بحت جدا جدا يعني. هسه الناس دي بتيجي تقعد تقول الناس ما في زول يكون عاوز له عربيه او كده او كده وبتاع، ما ادري. فالناس هسه عندها اولويات يعني، انه العربات بيشوف دي حاجه ثانويه، الا زول المضطر اللي هو محتاج لها لشغل بتاع ما ادري بيفتش العربيه، وبيفتش عربيه فئه معينه يعني، الفئه الاقتصاديه، عربيه مكانتها اقل من 2000 سي سي عشان الوقود وعشان الزبير وعشان الحاجات دي. انا شاكر لك جدا ونورتنا، تسلم كثير. الله يكرمك، الله يديك العافيه، شكرا لكم. شكرا للسه. لسه متواصلين معاكم مشاهدينا، خليكم معنا. اهلا من جديد مشاهدينا، لسه متواصلين معاكم. اهلا وسهلا بك. والسلام، كيف الحال؟ ان شاء الله بخير. سلمك، نحن تمام الحمد لله. اتعرف عليك. انا احمد المبارك. اهلا بك يا احمد. احمد، حاليا اسعار العربات عامله كم؟ والله الاسعار بتتفاوت يعني، العربات دي حسب الموديل زاد، والناس طبعا بقت بتقيس بالمستوى بتاع النظافه بتاع العربيه وكده. يعني عادة تلقى عربية 2002 موديلها 2002 يعني سعرها عالي، عرفتي؟ لأنه الزبون ذاته شنو؟ بيرغب الحاجة النظيفة بس. سمعت يمكن أو من خلال الإفادة اللي فاتت إنه في انخفاض في استيراد العربات، الحاجة دي ممكن ترجع للأسعار الجمركية، والسبب شنو بالضبط؟ والله بترجع للسعر الجمركي يعني حسب الموديلات. يعني إحنا عندنا في السودان تقريبا موديل 5 سنة اللي ورا يقول لك تقدر تدخل العربية. ذاته يعني السودان بقى العربات اسعارها زايده بسبب البلد، عرفت؟ الدولار زايد، دولار ناقص وكده، العمله ذاتها ليها دور في الحاجه دي، بس عشان كده. انا شاكر لك جدا، نورتنا. شكرا يا احمد. العفو العفو، اديك العافيه، الله يخليك، الله يعطيك العافيه. شكرا مشاهدينا، لسه متواصلين معاكم، خليكم دايما معانا. من جديد متواصلين معاكم مشاهدينا، اهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك. بتعرف عليك من معانا الصادق مهدي العشا. اهلا بك يا صادق. صادق، اسعار العربات حاليا كم؟
والله يعني ما في تغيير شديد بالنسبه لاسعار العربات، ما في يعني نفس الاسعار، وبقول لك نقصت كمان شويه هسه لانه في كساد في السوق نسبه، لانه ما في الا القوه الشرائيه هسه ضعيفه في السوق، عشان كده الاسعار نازله ما في زياده. حاليا الاسعار نازله؟ نعم. انخفاض البنزين اسرع الحاجه دي ولا هي نازله قبل انخفاض البنزين؟ والله هي ما مرتبطه لا ببنزين ولا بغيره، مرتبطه بالسوق ذاته، حركه السوق اسعار قليله جدا في الشراء، وبعدين الاضافه بتاعت البنزين ده اسعاره لما زادت وهنا خلت الناس زي شبه تقنع من العربات وترجع لمواصلات، ترجع لهنا، ما في حاجه جديده يعني. الاسعار الجمركيه هي غاليه يمكن زي ما معروفه وبتعرفوها انتوا اكثر، في استيراد حاليا للعربات؟ والله طبعا الاستيراد ده اسمه موقفين للعربات الكبيره الموديلات الجديده، لكن الموديلات القديمه بخلوها تجي، لكن شايف عن القصه محافظه يعني ما في ارتفاع بيقولوا عليه ولا ارتفاع يعني خيالي ما في بالنسبه لاسعار العربات. انا شاكر لك جدا يا صادق، نورتنا. الله يبارك فيك يا اخو، الله يسلمك، الله يبارك فيك. لسه متواصلين معاكم مشاهدينا، خليكم دايما معانا. اهلا من جديد مشاهدينا، لسه متواصلين معاكم واسعار العربات بين منخفضه ومرتفعه. اهلا وسهلا بك. كيف تمام؟ الله يسلمك، نحن تمام. اتعرف عليك من معانا؟ يوسف النجم. اهلا بك يا يوسف. يوسف، اسعار العربات حاليا عامله كم؟ والله متفاوته العربات. شنو اسمها؟ جميع انواع العربات. العربات الكبيره مثلا رينج كروزر من 65 لحد 42، في الرينج المتوسط اللي هو من المورنينج لحد لافانتي من 4.5 لحد 8. دي اصغر العربات. دي اصغر العربات بالنسبه للوضع الحاصل. اربعه. انخفاض البنزين ما اثر على انخفاض اسعار العربات؟ لا ما عنده علاقه اصلا. الاستيراد طيب؟ لا الاستيراد ده موضوع ثاني. ما في زول حيجيب اي عربيه، لانه لو جبتها مثلا العربيه الكبيره البوكسي لو جبته من هناك بتخسر لك فيه 3.5. الكروزر يمكن تخسر لك فيه 18 عادي. العربات الصغيره بقى ما في زول بيجيبها برضه. يعني نقول الاسعار الجمركيه غاليه شديد. الجمارك السهم بيقولوا 135%. انا شاكره لك يا يوسف، نورتنا. تسلم ان شاء الله. الله يخليك.